مباراة قوية وكانت بدايتها لصالح فريق مافيا. كانوا بيحاولوا يخطفوا المباراة ويجروا، ولكن تشالنجرز عرفوا يرجعوا تاني في الموضوع. الهدف الذهبي. مبسوط جدا ان انا قدرت اجاوب بسؤال الهدف الذهبي عشان اطمن فريقي. انا نزلت في تحت الضغط، للاسف ما كانش عندي اجوبه لمعظم الاسئله اللي اتسالت، بس لسه قدامنا فرصه ان احنا نعوض فعجبت الحظ. مباراه صعبت على الفرقتين، تشالنجرز ما عندهمش اختيار، ومافيا لو كسبوا 3 نقط اتاهلوا لدور الثمانيه. المباراة بقت صعبة مع آخر فقرة. هشوف عجلة الحظ هتودينا فين، وهنقول مبروك لمين، وهنقول هارد لك لمين. نروح نشوف.